أو نبي قبل زيارة المحرم على أي قبل زيارة المحرم على أي نبي قبل زيارة المحرم كفر أنت شرك أنت يدالوي أي أراء ولي عادي قبل المحرم أدوسو شرك أنت يدالوي أنت زيارة لين دالوي هي التام في شرك ما التاموي وسمونه عابد القبور يعني زاد عربي عابد القبور اللي حلوي يم جلو انتاوي زلت شي انتاوي نبي قبل زيارة أو أحد ولي قبل زيارة قبل زيارة عبادة عشر بيت التاموي زيارة قبور الأنبياء والأولياء للسلام عليهم يجوز أو نبيات كبريم أولياء كبريم السلام عليكم بيت مزداك زيارة موشد محرح وترو متى يقضى شيء انتاوي سنة سنة انتاموي موقع متصول تامو سنة انتاوي كذلك زيارة قبورهم بطلب البركة من الله رجاء إجابة الدعاء عند قبورهم كذلك هذا سنة أذوق الصوي نبي قبر محرمة هي نبي قبر زيارة موشى بركة يا ربي حاجة وفيد لنك بعد الموت أقسم سنة أنت يقضى شيء أنت أذوق الصوي على ولي قبر محرمة هي ولي وزيارة موشى بركة زوبي حاجة يا ربي فيد لنك بعد الموت أقسم يقضى شيء أنت عش دليل سنة أنت ويوقع المتيمة سنة أنت زوبي قسم كلاهما سنة قسم سنة أنت ولي قبر محرم نبيك قبر محرم سنة أنت خطرة الباموي شركي ملتاموي إن كان للتبرك وإن كان للسلام عليهم فهو جائز. السلام عليكم بعد الزيارة يا قبر يحري ما هو بركة ذي ونقي لبعتي يحري سنة أنت يحد من البامي خصوم كلاهما جائز خصوم يقضى أنت سنة أنت أمموي وليس كما تقول الوحابي الوحابي يقضى تظهر القفرة بعد يقضى التامي كذي انتوي هذا الأمر تكفير المسلم لزيارته قبر النبي أو قبر ولي من أولياء الله لطلب البركة بهذه الزيارة أول ما حصل في القرن السابع الهجري إسلام نتا أباوي رسول قبري وأولي قبري زيارة زهارة كفر تباتي ما كنت يقول سبعمائة ساتي بقلة رسول موت بقلة ساتي بقلة عمد هجر بيح لدي أزو سانتا واحد بباتي ويسنا زايا وي أزو بيقل لك عشي من نارا وي أما أنزوت نارا ويدكي ابن تيمية هو أول من حرم ابن تيمية إلو دال إيه وهابي الشيخ الإسلامي لو دال أذن تبي يقام بريز كفتوي النار أوزد يجوي إلى سات بقلة مت أحد سمي شيء كلام سات بقلة مت زخانة أذن دي نارا أذن تيجي شيء أوزد يجوي فهو أول من حرم وكفر من يزور للتبرك أذن قبر نبي قبر حضاله ولي قبر حضاله كافر تزايم حرام تزايم ندي ندي تبرك يحول على أبوه كافر تزايم زاد زي وغاوز دي جبوي أذن تاوي أذن بقدر النار أموي لم يكن هذا قبل ابن تيمية ابن تيمية بقدر النار ذو إيشنا قبل ذلك العلماء والعوام كلهم يعتبرون زيارة قبر النبي أو الولي للتبرك جائزا مستحبا أذن ساعت بقى بتذن إميداج نبي قبر زيارة موشام ولي قبل زيارة موشام برخ مفاتيح المهرة كلهم سنة أنت يوقع البيت بيت عارمات كلهم ناروي الزوز دي جساعات يشي وديوي حرام تبايتي وديوي وزوت داوي كفر انت وحرام زديوي وزوت داوي هذا بيقل لأن نار زوي ثم محمد بن عبد الوهاب في القرن القرن الثاني عشر الحادي في القرن الثاني عشر أذو ما أذو ضايس أذو با وحبس يسوي موضوع موت موضوع شر يقان أنا ما النار تقوف على أذو سنان أذو بحلي ألفا وأحد بقلا وأمت بحلي محمد بن الوهاب البديجة أذو حجس بيها في سنان وحباشي وي هذا الكلام من كتب ابن تيمية أذو ابن تيمية كتابه أغنية وما أذو قراءة ما أذو بحباشي وي فتنة وأذو يقلي وي إلى واحد بقلا إلى ألف أحد بقلا وتحرث مت بحرث بقلا متو أما بدنيا ما من ناروي أذو يكتابه قراءة وحباشي وي حجس بيبي قرب المغرب قرب المغرب فهو أول من حرم زيارة قبور الأنبياء والأولياء للتبرك نذي ندك زيارة قبريات أولياءات قبري نبيات قبري وزيارة مهرة حرام انت برغم فاتح المهرة باتي وحرام انت زائم الزديد جوي الزو أبان تاوي الزو بقدر أن نرم ويسنانوي ثم تبعه محمد بن عبد الوهاب وبينهما 400 سنة الزو بحل ليوي حرف بقلة متبهر لخم محمد بن الوهابي وحباشي وحجيس بيوي الزو تخيطي وموي ثم زاد ابن عبد الوهاب شيئا لم يكن عند ابن تيمية الظبيح اللي ابن تيمية وزلايا وشي دبل ذو محمد بن الوهاب على دبل بيو من دبل بيو وذلك هو تكفير من يقول يا محمد يا محمد إذا قافر تبعتي هو دبل يا زلايا ابن تيم
محمد بن عبد الوهاب هو الذي قال هذه، ابن تيمية ما قال هذه. ابن تيمية هو لا يوم النار ذو قبر ذات اتنسى باي نار، هو محمد هو دا يوم قبر خبايته دا بلوي هو أبا. بل كان ابن تيمية ذكر في بعض كتبه أنه من أصابه مرض القدر في رجله أبا إنجزوا بيوي خذل من تدغني وابا مطلوب أي مستحسن أن يقول يا محمد يا محمد إليوي قرآن وغتبع مدوى ابن تيمية دو يبايوي أدو خبير ديوم زلايو شيو أدي جوي حقا دبلو وما أدو زلايو شيو ابن تيمية قال هذا أنه مستحب مستحسن أن يقول من أصابه القدر في رجله اتفضل زال انت يا محمد إلي اتفضل زال انت يقوم زال انت بايوي بايا قرم بايا ابن تيمية هو كفر انت بايا ذو تأسيا بعبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر ومتختل اللي بعدين ابن تيمية مين زايو يعني كان عبد الله بن عمر أصابه مرة في رجله قدر. عبد الله بن عمر واحد ما توي أغنى ينارو ينقذ به خدر له فقال له بعض الناس محيط بن عليك بايو اذكر أحب الناس إليه هذا بيتفضل ذلك أباك إيقل بايو كده يا محمد بايو عبد الله بن عمر يا محمد يا محمد بابك إيقلوا بيه ذهب عنه القدر في الحال وقت ذو يسي أغني ولم باي بيوي فقام يا محمد أو دعوسه ولم باي بيوي فقام من مجلسه أما أنت ذو حفا يوزتا بيوي اعتمادا على هذا ابن تيمية قال من أصابه قدر في رجله مطلوب أن يقول يا محمد هي عبد الله بن عمر شو متخيت اللي بايتي وي ابن تيمية يكود انجزو دغني يوبا يا محمد جل بايا مويك ايك على وي يتودا دار بايتي بي هي ادو الى دازنا وهو خالف ما يا محمد زاي خفر ضو باي هو على ايد برما ابن عبد الوهاب خالفه ابن عبد الوهاب قال هذا شر ابن تيمية يقول هذا شيء حصل ابن تيمية هي حسن انت قرام انت الى بايتي ابن عبد الوهاب محمد الوهاب خفر انت الى الوي اسبلات خانو غزو وي مع هذا يسمي ابن تيمية شيخ الاسلام يوجد لا قد ضوي ابن تيمية او شيخ الاسلام الى الوي هو ما يزاي وخبر الى 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 خبر كل احد ابن تيمية ما يزاي ابو شيخ الاسلام الى احد هيجو ويسن انزو الناجو خبر كل احد عزو ابن تيمية وشيخ الاسلام الى احد يزاي ابو هيج عبد الوهاب محمد الوهاب وغدوس نانو اي كنت تاوي تناقض دو هيدوري والوهابية تسمي محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام وهابية شو بخا محمد الوهاب شيخ الاسلام الحلوي ايهما شيخ الاسلام هذا ما عندي تو شيخ الاسلام لا هذا شيخ الاسلام ولا هذا شيخ الاسلام هو محمد الوهاب شيخ الاسلام انت يا ابن تيمية شيخ الاسلام خوسي من تيوبي هذه الحقيقة حقيقة هي انتاوي عليكم بمجانبة هذه الفرقة ما هي لباتي ياك بفزدة متكير أحد بخوي وعبيل ذلك به ولا تطالع كتبه كتاب ذي يبين وي مطالعة شو ما تقرؤه وي من اللي زلاخه بيزاي ينخارقه حلوة وغزيبه ابن تيمية له كتاب واحد تجوز مطالعته ابن تيمية اللي حتى بحلا أدوك تاب ذو مقرن طالع مشوقا الكلم الطيب إلو ذا الكلم الطيب إلو أكتاب ذي يوبي أدوك تاب ذو أمان انتاوي أدوك تيم مطالع يقال على أكتاب ذو يقوم ينوي حلب جلوة في هذا الكتاب قال فصل في الرجل إذا خدرت يكتاب بيوي فصل في الرجل إذا خدرت بعمك إقلوي وذكر أن قول يا محمد أزلت بي يا محمد بايتي وي فدز دارت بعمك إقلوي أزلت بي أزلت بي أزلت فصل بي يقال أمين الشيخ هنا نوديكم أماني للفريقين وزيو خلاص كل قول الشيخ تعبان صحتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة لا 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 ل
الشيخ قال له يقرأ عليك كلمات لا إنسان ما يصحب الشيخ أكتب لك لما يصحب الشيخ أنزل أكتب لك فلاني لو ذا الباري فلاني لو ذا الباري أمين يكيس فيه وشات فوق الدرج مبارك يسوق القريب يحيى إبراهيم في أمان الله يا جماعة يشرعون في طرق خلاص تبورد خلاص تبورد خلاص